الشريحتين اللي قدامي هما فيهم ميتاسس لأدينو كارسينوما من القولون، اللي على اليسار هي لينف نود هما في المعمل عندهم، الشريحة نفسها زوز لينف نود واحدة صاير فيها هايبربليجيا والثانية صار فيها غزو أو غزاها تيومر. الشريحة هذه على اليمين هذه ليفر هي فيها ميتاستاتيك تيومر صلفها من القولون. تمام، انت بشن تشبح اول حاجة في الشريحتين حتلقى النورمال تيشو بتاع الزوز، نورمال تيشو بتاع الزوز حتلقى فيه حاجة جلانديولار ايبيثيليوم مختلف عن النورمال تيشو بتاعهم. عارفين ان الليفر مثلا الرينجت ان شكلها الارنجمنت او الستيفن بتاعتها على هيئة لوبيولز سداسيات، والهيباتوسايت فصل اللوبيول على هيئة كوردس ماشيات فصل السينوسويدس. تجد مثلا منظرة طبعا هذه واضح انها هي ليفر تيشو حتى من بعيد اللون البينك هو فيه شوية باين السينوسويد. طبعا في من جهة صير فيها نكروس ومات به نتيجة الانفيجن هو به المنظر هو كله يدليش على ان هذه ليفر، المنظر هو كله يدليش على ان هذه ليفر، يدل لي ان هو جلاندس اكثر مكونه جلاندولار تيشو اكثر مكونه هيباتيك تيشو. نفس الشيء هنايا، هنايا طبعا هذه لينف نود، هذه الكورتكس في اللينف نود مثلا، هذا اللمفويد فوليكلز. لو نبحت مثلا نشوف احنا في اللينف نود لو هنايا فاصل ما بين النورمال والاب نورمال، هذه الليمف نود، هذه الليمف نود بالفوليكلز نتاعها به، وهذا شنو يعني هذا الكانسر، هذه جلاندس تاع الادينو كارسينوما. اذا هذه ستروما هذه ولت كلها ديزموبلاستيك ستروما تاع تيوم اللي على اللي صار هذه قاعده تقدر تقول قاعده نورمال. تمام، قاعد ما ظهرهاش يعني ما وصلش فيها الدور به. الجهه هي تاع الليفر هذه نورمال تيشو صار فيه نكرو في من جهات مش حتبانك هيباتوسايت تبانك حمراء بس يمكن لان صار لها نكروسس به. هذه جلانديولار ايبيثيليوم بتاع الكانسر نفس الشيء. هنا تقدر تميز ما بين التيشو بتاع الليفر والتيشو بتاع الكانسر. هذا الكانسر هنا حتى هو هذا الفيجن هذه نورمال هيباتوسايتس اعداد طبيعيه. هذه بورتال تراكت، شوف بورتال تراكت فاست بورتال تراكت فيه تيومر، وهذا التيومر سيلز شوف ما نصفه مثلا الليفر. الليفر حاجه تقول ليفر تيشو ويذ هيباتيك لوبيولز اند بورتال تراكت، تنزل تحت تقول تيومر مليجن تيومر انفيدنج ذا ليفر مثلا، تقول with glandular epithelium تقول انه هو عند glandular epithelium the malignant cell of tumor show pleomorphism and hyperchromatic nuclei with mitosis. تمام، هذه بالنسبة له. بعدين تقول تيشو تقول التيشو ان هي عندها ديزموبلاستيك تيشو، انتهيت. تقول ادينو او سكندري ان ليفر، نقول سكندري ادينو كارسينوما ان ليفر، ما هو ميتاستاتيك ادينو كارسينوما ان ليفر. بالنسبة للليمف تيشو هذه طبعا افضل منظر هو تقدر تشبهها. باي تقول مثلا لمف نود هم زوز، تقول ان هم تو لمف نودز واحدة with dark hyperplasia والثانية invaded by tumor أو consistent tumor. بحتاع tumor تتكلم عليها تقول طبعا lymph nodes الزوز عندهم lymphoid follicles capsule cortex وميدل إلخ فوتك لنفارة جيت تتكلم على tumor. تقول نفس الكلام اللي قلته في بتاع الليفر، هو كونه أنه هو glandular button، كونه أن الخلايا بليومورفيك عندها هايبر كروماتيك نيوكلياي، كلامها انها هي عندها ديزموبلاستيك ستروما.
فك تكون كملت الوصف تحت. هذا سكندري في الليمف نود، سكندري في الليفر.